ضد المنطقة العربية، وهذا الكلام يعني فيه من الزيف وفيه من التضليل، هذا الكلام فيه من الزيف والتضليل كما سأذكره الآن، سأذكره لك الآن. دعني أكمل كلامي، أنت تقاطعني الآن، أنا استمعت إليه حتى انتهى من كلامه، دعني أكمل كلامي. أنا أقول زيف وسأقيم، لا أسمح بالمداخلة، أنا أقول كلامي، أنا لم أقاطعك، أنا لم أقاطعك، انتظر حتى أنتهي من كلامي ثم. أولاً معلش، نحن نعيدها إلى مسارها وستكلم فيه الآن، ولكن في كلام فيه تزييف. يعني الأستاذ منصور مراد اتهمني بأني سلفي وأني أتلقى مصاري من هنا وهنا، وهذا الاتهام أنا أدينه به الآن لأنه اتهمني بدون بينة ولا يعرف شيئا عني ولا يعرف، وقال السلفي من أدراه أنني سلفي، ثم تكلم عن الجماعات الإسلامية وأن هذه الجماعات الإسلامية إسلام أمريكي وإسلام إسرائيلي وإسلام قطري. يا أستاذ منصور، عشان حضرتك تبقى عارف، الإسلام الأمريكي الإسرائيلي هذا الإسلام صوت له المنتخب المصري بنسبة 77%. المنتخب المصري أنت اتهمته الآن أنه يتبع إسرائيل ويتبع أمريكا ويتبع قطر، فهذا اتهام منك مباشر للمصريين. هذا الإسلام السياسي الأمريكي الإسرائيلي القطري الذي تتهمه أنت الآن في تونس أخذ نسبة 40% من جملة الأحزاب الكثيرة. هذا الإسلام الآن في الجزائر يأخذ نسبة صوتية كبرى. في الكويت التي لم يحدث فيها ربيع عربي أصبح الإسلاميون الآن هم الذين يتخذون النسبة التصويتية الأعلى. فأنتم تريدون أن تكذبوا على الأمة وأنت تقول أنا أخذ مصاري. أنا أقول لك أنت تسبح بحمد النظام الذي تعيش فيه لأنك تريد أن تقول له لو حدثت ثورة أنا بريء، وأنت من الناس الذين يكبتون الثورات العربية ويعدونها وضد المشروع الثوري الإسلامي الذي سيحرر الوطن العربي ويحرر فلسطين من إسرائيل بإذن الله عز وجل، فأنتم ضد هذا المشروع. نحن لسنا مع قطر لأنها تحمي الإسلام، ولكن أين دور السعودية؟ أين دور سوريا؟ أين دور العراق؟ أين دور هذه الدول؟ إما دول مشغولة بشأن داخلي وإما دول ساكتة. أما الدولة الآن التي اتخذت الموقف القوي الخارجي هي دولة قطر الذين تريدون أن تعيدوا قواها. الإسلام المتأمرك يا إخواننا، أنا عايز واحد يفهمني ويفصل لي يعني إيه إسلام متأمرك؟ ما معنى يا أستاذ منصور؟ ممكن يا أستاذ منصور تفهمني؟ أنا واحد ما بفهمش، أنا واحد ما بفهمش، اشرح لي يعني إيه إسلام متأمرك؟ يعني إيه إسلام متأمرك؟ إسرائيل الآن بتتبول على نفسها عندما أخذ الإسلاميون الحكم في مصر الآن، وتدعم أمريكا الحركات ضد الإسلام حتى لا يصل الإسلاميون للحكم ويهددوا المشروع الصهيوني. فهمني يعني إيه؟ أن يا مولانا اشرح لي، أنا مش فاهم منك حاجة، أنا مش فاهم منك حاجة، اشرح لي يعني إيه إسلام متآمرك؟ ده يا مولانا ده كيف في خدمة الأمريكان والأمريكان تمول حركات داخل مصر ضد المشروع الإسلامي الآن؟ أنا لا أتهجم على سوريا، سوريا بنظامها تتهجم على شعبها، جيش يقف خارج المدن ويضرب المدن بالصواريخ والمدافع ويقتل الناس داخل بيوتهم، ونرى ذلك بأعيننا وأنتم تكذبون علينا. لا 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 لا، لا. هذا كلام فيه إجمال وفيه كذب وفيه تضليل للأمة الإسلامية. أي حقائق يا أخي؟ أي حقائق يا أستاذ وليد؟ يا أستاذ وليد لا يوجد حقائق. نعم تفضل تفضل. الثالثة ايه؟
جهاز وقاعدة وخرق و و اه ما انا اه ماشي ماشي اه نعم. اولا انا اجيب على هذه الامور. اولا يعني هما يتكلمون عن صراع داخل العائلة، ثم اريد ان يعني اخرج بنتيجة عن الكلام ده، عن الصراع داخل العائلة لا اجد نتيجة. يعني احنا نريد ثمرة للحلقة، نبحث عن ثمرة ان احنا في مشكلة داخل قطر وهذه المشكلة نحن نريد ان نساعدها، او ان قطر تؤثر على الدول. في كلام غريب جدا. اولا انا سأبين لك الاختلاف، أن سأبين لك الاختلاف في كلامكم وكلامهم، يعني اللي كتبوا في الموضوع ده. اولا يقولون ان في خوف من موضوع انقلاب القطريين على العائلة، فلذلك تدخل الموجودين في الصراع الآن يريدون أن يصارعون حمد بن خليفة من أجل الخوف من القطريين أن ينهاروا على العائلة، في حين أن الذين يعني تقولون أنهم يقومون بهذا الصراع الداخلي داخل العائلة هم أنفسهم الذين يصنعون السياسة القطرية، وهم بيدا بيد مع حمد بن خليفة. فمن يسند من ومن ضد من؟ الامر الاخر يتكلم عن انها بتسند اسلام سياسي. ازاي اسلام سياسي؟ عندما تنظر في التاريخ وفي الكتاب الذي كتبه النعيمي يقول ان سبب خلع فهد بن حمد اللي هو من زوجه اخرى من آل خليفه غير آل ثاني غير آل السن المسند، يقول ان له توجهات اسلاميه، وأنه كان يساعد أسامة بن لادن، وأنه شارك المجاهدين العرب. فرجل ثلاثة توجهات إسلامية، فهذا الرجل الذي عنده توجهات إسلامية أزاحوه خوفا من التوجهات الإسلامية، في حين أنكم تقولون أن قطر الآن تساعد التوجهات الإسلامية المخربة في المنطقة. فكلام فيه اضطراب، وكلام فيه وفيه كلام فيه خلل لا أفهمه. نعم أكلمك. أولا لا يوجد صراع. لماذا؟ أقول لك لماذا. ربنا عز وجل بيقول في القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أغلب ما قرأناه في أخبار من هذا الأمر يقول لك مصدر مطلع، مصدر أمريكي قائم على شؤون الأمن كتب تقرير أمريكا فأخبارنا. كل هذه أمور نريد أن نضع أيدينا على حقائقها لا نجد، فكلها افتراءات ورجم بالغيب ومثل هذه الأمور. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، زي عندنا مثل في مصر يقول لك إيه، يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. أنا أقول لك يا خبر النهاردة بفلوس بكرة ينزل عليه أوكازيون، سترى أن كل هذا كذب وكل هذا افتراء. هذا أمر طبيعي. عندما تقرأ التاريخ بتاع هذه الأسرة تجد أن هذا أمر طبيعي جدا. يعني نعم يا أستاذ وليد، يا أستاذ وليد، أنا أسأل أستاذ خالد سؤال. يا أستاذ وليد، يا أستاذ وليد، أريد أن أسأل سؤالاً.